71 عاما من الأمن العام في عمر الوطن، مناقبية، التزام، ولاء، اندفاع وخدمة ووفاء للوطن والأرض والشعب. 5 سنوات من رئاسة اللواء عباس إبراهيم للأمن العام، سنوات التغيير والعزم والتطوير، سنوات الكرامة وأيام الشرف، أيام اللواء عباس إبراهيم وأيام الأمن العام، لسنوات عديدة للأمن العام واللواء عباس إبراهيم بإذن الله دائما. أهلا بكم في حوار اليوم، وأهلا بالعميد منير عقيقي رئيس تحرير مجلة الأمن العام. أهلا وسهلا فيك عميد. مرسي، الله يحفظك. نحن اليوم بدنا نحتفل، أو بالأحرى بدنا نحكي ونحتفل كمان أكيد بالعيد 71 للمديرية العامة للأمن العام. رح نحكي مع حضرتك عن ماذا تحقق خلال 5 سنوات من ولاية اللواء عباس إبراهيم، ماذا تحقق من 71 سنة، ماذا تحقق على صعيد التطوير والتغيير، على صعيد التجديد، على صعيد الإدارة، على صعيد المؤسسة ككل. بدنا نحكي عن المجلة، بدنا نحكي عن موضوع المواضيع، جواز السفر البيومتري. كل العالم هلا هيدي شغله جديده، هلا الموضه جديده هي جواز السفر البيومتري. رح نحكي عن اشياء كثيره، كل ما يختص بالامن العام اذا قدرنا بهيدي الساعه. ان شاء الله انت تساعدني وانا رح اجرب قد ما في اترك لك كل الكلام حتى تنورنا وتفيدنا وتعطينا معطيات جديده ونحكي عن الامن العام. اهلا وسهلا فيك مجددا. اول شيء مرسي، شكرا لك، شكرا للمحطه العزيزه يلي كل سنه بتعطينا فسحة، مساحة حتى نطلع ونحكي فيها عن الأمن العام، ونعرف الناس كمان أكتر وأكتر عن الإنجازات الأمن العام يلي عم تنعمل والشي اللي عم يتحضر بالمرحلة المقبلة. أكيد نحن منقول منعيد الجميع، منعيد أول شيء المدير العام للأمن العام حبيبي بهالمناسبة اللي وقع عباس إبراهيم، وكل ضباط ومفتشي ومأموري الأمن العام، ومن عيد الشعب بهالعيد لأنه هذا عيد المؤسسة، هي عيد الشعب ككل، عيد اللبنانيين، كل اللبنانيين. ما في شك أنه بما أنه بدنا نحكي شوي عن الإنجازات، بحب أنا أوضح نقطة أساسية، أنه أول ما استلم اللواء إبراهيم قيادة الأمن العام، مثل ما بتعرف انه كل مؤسسة في لها بنيان، البنيان المؤسسات الرسمية الهيكل تبعها هو القانون والصلاحيات. نعم. هالقانون والصلاحيات اللي بدها تتنفذ بيتنفذ من خلال العناصر، من خلال المسؤولين يلي بيجوا حتى ينفذوا هالصلاحيات وهالقوانين اللي هي معنية فيها هالمؤسسة. مثل ما بتعرف صلاحيات الأمن العام هي صلاحيات كبيرة، هي صلاحيات بتبلش إلى وجهين، إلى وجه إداري إلى وجه أمني. الوجه الإداري يلي هو بنظم كل ما له علاقة بشؤون الناس، بشؤون الأجانب بلبنان، نظام الإقامة، نظام السمات يلي بتنعطى، جواز السفر، المعاملات الخاصة بشؤون الناس يلي على تماس مباشر مع المعاملات اللي لها علاقة بالمخاتير وإلى آخره يلي الناس. نعم. وفي الوجه الأمني يلي نحن كمؤسسة أمنية بامتياز منهتم بمكافحة التجسس، مكافحة الجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب. وبتعرف الإنجازات يلي انعملت بهذا الموضوع، وكان أو على رأسها هيدي العمليات الاستباقية يلي بلشت مع الأمن العام، ويلي كان بكورة الموضوع تبعها قصة فندق ديرو يلي وفر علينا مجازر، والعملية اللي صارت كمان بالضاحية بالمرحلة الماضية. وفي أمور كتيرة كمان حصلت، في إشياء تعمم عنها، في إشياء بقيت لأسباب إلى علاقة بالمتابعة، بمتابعة الملف وإلى آخره. بالإضافة طبعاً لما نحكي عن الملفات الكبيرة يلي الوطنية الكبيرة يلي بيكون عم يقوم فيها المدير العام وبيعاونوا كل الضباط وضباط القيادة بهذا الموضوع. اللي قلتن عميد هيدول كلهم منعرفون وهيدول يسجلوا للأمن العام، لكن الذي يلاحظ منذ تولي لواء عباس إبراهيم رئاسة الأمن العام تغير وجه الأمن العام كلياً. يعني الأمن العام صار عم بيلعب دور أمني أكبر وأوسع على الأرض، أكبر وأوسع وأشمل.
بالسياسي طبعا كمان دور مؤثر وفاعل للواء عباس إبراهيم ومعه أكيد الأمن العام من ضمن الرؤية يلي حطتها في مكافحة الإرهاب، في مكافحة التجسس، في وضع يد على الشبكات، في عمليات استباقية كانت ولم تزل بعد لهلأ. لماذا هذه النقلة بعمل الأمن العام إلى علاقة بالمؤسسة ولا إلى علاقة بالشخص ولا إلى علاقة بالخطة اللي وضعها اللواء عباس إبراهيم منذ تولي رئاسة الأمن؟ السؤال بمحله. مثل ما بلشت وحكيت أنه بنيان المؤسسة هو القانون والصلاحيات، حتى تقدر تنفذ الصلاحيات تبعك بده يكون في عندك عسكر وبده يكون عندك ضباط ومن كل الرتب حتى يقدروا ينفذوا هالرؤيه هيدي. وقت اللي استلم اللواء ابراهيم قياده الامن العام انوضعت رؤيه خمسيه، برنامج خطه استراتيجيه لمده 5 سنوات. مثل ما بتعرف سي جورج انه كل مؤسسه في لها تحديث وتطوير، القوانين بتكون بدها على طول تحديث، المؤسسة بدها تطوير. نحن انعملت هالخطة هيدي وتنفذت بكاملها وانشرح هالموضوع أكثر من مرة، بس رح أرجع أجزن أنا بملخص. أول شيء بالنسبة كيف بدك تطور المؤسسة، بدك تزيد عديدة. نحن انتقلت المؤسسة من 4000 عنصر لحوالي 8500 عنصر بين ضباط وين. طوع عنا صار في عملية تطويع إن كان ضباط أو إن كان عسكر من كل الرتب واختصاص بهالموضوع. وعنا كل سنة نحن بالكلية الحربية صار عنا 12 ضابط بيتطوعوا لصالح الأمن العام. نعم. يلي بيتابعوا دورة تبع الكلية الحربية. في عنا مع العديد في عنا العدة يلي إذا العديد موجود وما عنده عدة يشتغل فيها كمان بيكون هون في نقص، كمان انشغل حتى يكون الأمن العام عنده لوجستية، مواكبة للتطور والتحديث، إن كان على مستوى الأجهزة، كل الأجهزة الإلكترونية وكل الآلات اللي بتطلب يلي بتتطلب دعم لهالعمل هيدا، وخاصة على المعابر والحدود. وكان وبهالإطار هيدا انشغل كتير مع أصدقاء بدول ساعدونا حتى قدرنا نجيب هالمعدات الحديثة خاصة يلي بتكشف التزوير المستندات المزورة أو يلي بنقدر من خلالها نلاحق ناس مطلوبين أو إرهابيين. لما يكون في عندك العديد والعدي صار بدك تدريب. هوني كمان كان في برنامج، لا يزال هذا البرنامج عم يتابع، هو تدريب العناصر لحسن استخدام هذا العديد. ومن هون كان في عنا دورات تدريبية إن كان بالداخل من خلال خبراء عم يجوا من برا بتتعاون معهم المديرية، أو نودي نحن ناس لبرا يتدربوا حتى يرجوا يدربوا كمان العناصر تبعنا. لأنه هذا الموضوع إذا ما فيك تقعد تترك حالك بحالة الجمود والعالم كله عم يتطور حواليك. من هون كانت الخطة الاستراتيجية اللي انوضعت شاملة كل هالأمور. بالإضافة لهالشي لما تطور أنت تزيد العدد وتزيد العدة وتزيد وتعمل التدريب تبعهم، يعني صار بدك مراكز أكتر، صار بدك دوائر أكتر. حتى من هون صار في افتتاح لعدد كبير من المراكز الإقليمية للأمن العام بكل المناطق اللبنانية. وأنا بدي هون أشير لشغلة وهي شغلة كتير مهمة وحساسة، أنه لما استلم اللواء إبراهيم الأمن العام أنت بتعرف أنه ما كان في أحداث في سوريا صحيح بأولها، يعني بعدين بعد حوالي 6-7 أشهر انوضعت خطة سريعة بدون ما نكون عارفين شو ممكن يصير بالمنطقة صحيح لتعزيز المراكز وتكبيرها، انشاء مراكز جديده. من هون انعملت بكل محافظه، صار في عندنا بدل ما يكون عندنا دائره وحده اقليميه صار عندنا دائرتين. انعملت مراكز جديده لهالموضوع بكل المناطق
تأسست، ولو ما كان في عملية تطويع للعناصر وتدريبهم وإنشاء مراكز جديدة، صدقني هالكم الكبير من الوافدين السوريين يلي فاتوا على لبنان نتيجة الأحداث في سوريا، السوريين ما كان قدر الأمن العام يستوعب هذه العملية ويقدر ينظمها مثل ما لازم، لأنه بعض الأحيان أنه ما في دولة بالعالم بتقدر خلال سنتين تستقبل هذا الكم الكبير، لأنه نحن العدد الإضافي اللي فات على لبنان بشكل حوالي 33% من عدد سكان لبنان. تخيل هالكم الكبير، هالعدد الكبير يلي بده يفوت على المعابر، يلي بده يكون عم يتابع من خلال نظام الإقامة أو نظام التأشيرة. وكان وآخر شيء نعمل من شهر 5 2015 نعمل التعليمات كمان لحتى تنظم هذا الدخول ويكون معروف لكل واحد يفوت على لبنان بأي صفة جاي ولشو جاي، إذا كان للعمل ولا للسياحة ولا للطبابة ولا للزيارة أو ما هنالك من أسباب صارت معروفة. في كلام كثير عم بينحكى عن أعداد اللاجئين النازحين السوريين، شو العدد الرقم يلي عنده إياه الأمن العام؟ مبدئياً العدد في عندك العدد الرسمي بيتراوح بين بحدود 1,500,000. الرقم الأمن العام. الرقم الأمن العام تقريباً بيتضاءل أو بيزداد حسب الظروف العمل وحسب الناس اللي بتجي أو بترجع على المناطق اللي إجوا منها، إذا كانت آمنة ولا لا. بدي أضيف للشيء اللي بدي أقول لك عن الإنجازات. طبعا فتحت موضوع الجواز السفر بيومتري، رح نتركه للاخر. اكيد نتركه. نحن مش بس موضوع الجواز السفر بيومتري، المستندات البيومتريه نحن بنسميها مستندات بيومتريه، ومن ضمنها في جواز سفر بيومتري، لانه بالمستندات البيومتريه بتيجي الاقامه، صارت هلا عم تنعمل اقامه بيومتريه. في عنا جوازات جديده بالتنسيق مع وزاره الخارجيه رح تطلع لاحقا، في جوازات سفر كمان للاجئين الفلسطينيين، وفي جوازات مرور لمكتومي القيد بهذا الموضوع. وعندنا من يومين كمان انعمل انجاز اساسي، هو انه تنقل نظاره الامن العام يلي كانت تحت الجسر، يلي كانت بالعتمه، جسر الياس الهراوي، انتقلت الى مكان اخر بتتضمن كل العوامل والمعايير الدولية اللي بتحكي عن حددتوا المحل حقوق الإنسان. حددتوا المحل؟ انتقلوا. بس لا تنحدد وين هو حد ساحة العبد. أوكي، هذا حد ساحة العبد. والنظارة شو صارت؟ النظارة انتقلت لهوني كمان. لا لا، هلأ شو صار محلها؟ هلأ ماشي تستعمل. كان في له زيارة اللواء إبراهيم، كان له زيارة الأسبوع الماضي كمان للنظارة، للإطلاع على الأوضاع، للعسكر والضباط إنه يكونوا على يتعاطوا مع هذا الملف، مع ملف الموقوفين، لأنه هودي موقوفين مؤقتين مش دايمين. هودي بيكونوا عم ينتقلوا اما الى الخارج لبنان او الى المحاكم، او راجعين من 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 سجون اخرى بيكونوا تابعوا او مخالفين نظام الاقامه، بيتحدد موقعهم والوضعهم باسرع وقت ممكن حتى يرجعوا يظهروا، لانه اسمها نظاره مؤقته. ونحن كمان عسكرنا كان يضل مثل ما هو، يمكن ممكن الموقوف يتوقف شهر او شهرين، والعسكر موقوف فينا العسكري عم يقعد سنين تحت. اكيد كنا نشوفه. الله يعطيه العافيه. وعندنا هلا نيه دايره حقوق الانسان بدها تنعمل جديده، وطلعنا كمان الامن العام طلع مدونه السلوك العسكري. هيدي مدونه كثير مهمه اساسيه حتى يعرف المواطن شو هي وظيفة المهمة العسكري، وكيف العسكري لازم يتعاطى مع المواطن حتى يقدروا، لأنه هذه المؤسسة هي للمواطن، والمواطن لازم يكون يفتخر بمؤسسته يلي عم تقدم له، إن كانت خدمات إدارية أو كان عم يحافظ، هو هالمؤسسة عم تحافظ على الأمن يلي هي جزء أساسي من عملها. عنا وأنت بتعرف بختام هالشيء ده، بكورة هالموضوع هي شهادة الأيزو يلي انعطت للأمن العام بحوالي 6 خدمات بيقدمها الأمن العام، ونحكى عنها ما رح نرجع. صحيح، بس خليني أقول لك، هالخطة الخمسية بتعتبروا أنه تحقق أبرز أهدافها، أبرز الغايات يلي اشتغلتوا عليها، شو اللي بعده ناقص فيها،
شو الشغلات يلي خليني أقول استعمل بين هلالين يلي صار في ضغط، صار في محاربة، صار في قيود على تنفيذ ما تبقى من هذه الخطة. هذه الخطة شو شو اللي رح اضطر هيدا في معنى سعادة اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام بمداخلة مشكورا معنا عبر الأو تي في. أول شيء بدنا نعيدك سعادة اللواء. ينعاد عليك، صباح الخير لك وللعميد عائلة. سعادة اللواء، بعد 71 سنة على عمر الأمن العام والعمر كله بإذن الله، وخمس سنوات على ولايتك في الأمن العام، كيف تنظر إلى هذه المؤسسة ومن خلالها كيف تقرأ وتتمنى وترى الوضع في لبنان؟ أول شيء مؤسسة الأمن العام هي مؤسسة كما تفضلت عريقة تعود جذورها إلى جذور أقدم المؤسسات في لبنان، وهي مؤسسة تختزل من الصلاحيات ما يمكن العمل بأي حق لخدمة لبنان، ليس الصلاحيات من أجل ممارسة الأمن والفوقية على أحد، هي صلاحيات نظمت وأقرت من أجل خدمة لبنان واللبنانيين والوافدين أيا كانوا والمقيمين أيا كانوا. اللي بدي أقوله بهذه المناسبة أنه أنا لما توليت مسؤوليتي في الأمن العام أطلقت شعار وقلت للضباط والعسكريين، اللي بحب سميهم عسكريين بالمناسبة وليس موظفين، قلت لهم أنه يجب أن يصبح الأمن العام ويجب أن يكون الأمن العام مؤسسة تفتخرون بالانتماء إليها. لتكونوا هيك لازم تكون مديرية العامة للأمن العام تشبه الشعب اللبناني وفي خدمة الشعب اللبناني. أما بخصوص الوضع بلبنان، الشق الثاني من السؤال. نعم حضرت لي. فأنا بحكي على المستوى الأمني أقله. نعم. بقول إنه الوضع تحت السيطرة، وضعنا أفضل من كثير بلدان قريبة وبعيدة عنا، وسيستمر على ما هو عليه طالما نحن بهذه الروحية وبهذا الإصرار على العمل. نعم. سعادة اللواء، من يضمن استمرار واستقرار الوضع الأمني والسياسي تباعا في لبنان وطبعا الاقتصادي؟ هل هو الجهد يلي عم تبذلوه بالأمن العام بواقي الأجهزة الأمنية، أم ما يحكى دائما من سياسيين عنا في مواقع المسؤولية وحضرتك بتعرفهم وكل الناس بتعرفهم وكل يوم بيحكوا، أم هي المظلة الدولية الإقليمية التي ترعى لبنان؟ الفضل فيما في هذا الهدوء في لبنان، هذا الهدوء الذي هو أهم من الهدوء حوالينا كما تفضلت وقلت، هذا الهدوء والاستقرار لمن يعود الفضل فيه؟ للأجهزة الأمنية أم للمظلة الإقليمية الدولية؟ لا، الفضل يعود ليس أولا وأخيرا، الفضل يعود بداية لجهود الأجهزة الأمنية. نعم. ولإيماننا أنه نحن وجدنا ونقوم بوظائفنا من أجل أمن اللبنانيين ومن أجل أمن الشعب اللبناني. نحن مؤمنين بهيدا، نعتبر هذا الموضوع هو قضية. قلت لك سبق وقلت لك نحن عسكريون وليس موظفين، وهذا اللي بقصده. نحن مجندين لخدمة لبنان، وأقسمنا اليمين عندما تخرجنا من المدرسة الحربية على أن نكون أوفياء لهذا الشعب وهذا الوطن، بعتقد هذا اللي عم نقوم فيه. أما بخصوص التنسيق الإقليمي والدولي مع باقي الأجهزة الصديقة والشقيقة فهو لا شك قائم، إنما هذا الموضوع هو موضوع تبادل مصالح. يعني ما حدا يفتكر أنه التنسيق هو من طرف واحد، أنه هذه الأجهزة قاعدة تعطينا معلومات ونحن بالتالي ما عم ننسق معه وما عم نبعث له معلومات تخص أمنا كمان. نعم. نحن أصبح لدينا كأجهزة لبنانية خبرة في هذا المجال، وأصبح لدينا الكثير من المعلومات التي تعم هذه الدول. الموضوع هو موضوع تبادل أمني وتنسيق أمني، وليس موضوع من جهة واحدة، أو ليس موضوع ضخ معلومات وإرسال معلومات للأجهزة اللبنانية، والأجهزة اللبنانية تتولى تنفيذ أو متابعة هذه المعلومات حفاظا على أمن لبنان واللبنانيين. نحن عندنا معلومات كما عند الآخرين معلومات، أنا تبادل هذه المعلومات فيما بيننا. نعم. حضرت اللواء، أنا بعرف إنه حضرتك سعادتك هذا الموضوع ما بتحب تحكي فيه، ولكن كلنا كثير مخلصين ومحبين وحتى من كل الأفرقاء بيعرفوه.
حضرتك الجندي المجهول المعلوم في الملف الفلسطيني ومنذ سنوات وسنوات عديدة. فينا نعتبر ما يحصل اليوم على مستوى المخيمات الفلسطينية وعلى مستوى هذا التداعي وهذا الانسحابات والتسليمات اللي عم بتصير في مخيم عين الحلوة وغير محلات بركي غير معلومة وظاهرة حتى الساعة، هذه ما يحصل تداعيات ونتائج ماذا سعادة اللواء؟ استنزاف نقطة دي استغل الفرصة لأقول إنه طبعا التعاطي مع الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني ومع المخيمات الفلسطينية على أنها ملف أمني. نعم. الفلسطينيون ليسوا ملفا أمنيا. الفلسطينيون شعب هجر من أرضه وشعب استضافوا الشعب اللبناني واستضافوا اللبنانيون ويجب أن يعامل على أنه شعب صاحب حق. نحن على طول الخطأ المميت اللي بنوقع فيه انه بنتعامل مع الفلسطينيين على انه ملف امني، الموضوع منه هيك ابدا ويتخطى هذه الابعاد. لازم نعمل مقاربة مختلفة للموضوع الفلسطيني في لبنان. من الان وحتى يقتنع الكثيرون بهذا الحكي، بعتقد انه الموضوع الفلسطيني وموضوع المخيمات هو تحت السيطرة والاخوة الفلسطينيون لهم دور اساسي، لانه لو ما في تنسيق معهم لهذه المواضيع لما كان ليكون تسليم وغير تسليم للفلسطينيين المطلوبين بالأجهزة وللأمن اللبناني وللقضاء اللبناني. نعم، كلامك بأكد سعادة اللواء أنه لن يكون هناك تجربة نهر بارد الثاني ولا مقيم يرموك جديد من سوريا إلى لبنان. نحن مش راغبين أبدا أن يكون في مشكل بيننا وبين أخوة الفلسطينيين، التنسيق قائم معهم وسيستمر هذا التنسيق إلى أن نفكك جميع الألغام الموجودة داخل هذه المخيمات. إذا بتسمح لي رح استفيد قد ما فينا سعادة اللواء من هال إطلالة الهاتفية إذا بتسمح لي، واللبنانيين كمان والرأي العام المتشوق دائما لسماع كلماتك ومواقفك ومعطياتك. هل ما يحصل في الإقليم والجوار حولينا الآن على مستوى تركيا على مستوى سوريا على مستوى العراق وعلى مستوى أيضا الأبعد من هيك، كيف سيتأثر لبنان بما يحصل وخصوصا في ظل التطورات الحاصلة الآن على خط الجبهة السورية التركية سعادة اللواء؟ يا أستاذ جورج، السياسة في العالم والسياسة في المنطقة عرضة لتغيرات وتحولات كثيرة. ما يضمن أن واستقرارنا هو وحدتنا بعيدا عما يجري في المنطقة. أنا بعرف أنه لهذا الموضوع تأثير ونحن لسنا في جزيرة معزولة مثل ما دائما بقول، إنما الدواء الناجح لمواجهة كل هذه التحولات اللي بتصير بالمنطقة هو وحدتنا وتكاتفنا. نعم. سعادة اللواء، سؤال أخير أو بالأحرى أنا بحب أنقل جملة سمعتها من أكثر من سنة وهذه بحب دائما أقولها لحضرتك وأيضا هلأ بدنا عم نقولها على الهواء. ناس كان دائما رجال الأمن يلي بتعاطوا بالأمن كانوا يخافوا منهم ويتحشون، من بعد تولي اللواء عباس إبراهيم المديرية العامة للأمن العام بكل محبة ومن دون مبالغة ومن دون مجاملة العالم صارت بتخاف عليك وبتخاف حتى على الأمن العام يلي بتشوف أنه كبر ونمي مع حضرتك. شو بتقول للبنانيين يلي بيحبوك بيحبوا المؤسسات ويرون في الأمن العام نموذج عن إمكانية بقاء هذه الدولة اللبنانية حية وإعادة إحياء ثقافة المؤسسات؟ أنا بتشكر عاطفتك وبتشكر اللبنانيين من خلالك أستاذ جورج، بس أنا برجع بقول نحن أقسمنا يمين الولاء لهذا الشعب، أقسمنا ولاء اليمين للبنان ولن نتراجع عن هذا القسم مهما كانت التضحيات ومهما كلفت. أنا بقول لهم إنه نحن مستمرين في هذه السياسة، مستمرين في سياسة بناء هذه المؤسسة إلى أن يحين سن التقاعد. بنسلم الأمانة وأتمنى أن نسلم الأمانة بأفضل حال مما استلمناها. نحن في خدمة الشعب اللبناني يا أستاذ جورج، ونحن ضامنين على القسم الذي أقسمناه وسنستمر في العمل على هذا القسم. وبعتقد بس نرجع لهذا القسم بيكون هذا القسم هو الهدي وهو البوصلة اللي بنشتغل على أساسه هو سبب نجاحنا. نعم.
سعادة اللواء أنا كنت أقول لك آخر سؤال بس اعذرني، ذكرت أنه في موضوع العسكريين مختطفين لدى داعش، هذا الموضوع المؤلم واللي حضرتك عم تتعب وتجهد وتكابد فيه للموضوع إلى أقصى ما يمكن أن يكون هناك من مسؤوليات. هل هناك من كلمة في هذا الموضوع لأهالي العسكريين المختطفين لدى داعش؟ أنا سبق وقلت لأحدى الوسائل واضح نعم من يومين أنه نحن نبحث عن مفاوض جدي. للأسف لحد الآن، لغاية الآن، ليس هناك من مفاوض جدي يا جورج، إنما من يومين تحديدا أول امبارح بعتقد عم أشتغل على زيارة قصيرة لإحدى الدول اللي ممكن تساعد بهالموضوع. بتمنى أنه نتوفق بهذه الزيارة، بس هذا الموضوع لن أدع باب إلا وأطرقه من أجل حل هذه القضية مهما كانت نتائجها ومهما كانت خواتيمها. علينا أن ننهي هذا الملف مهما كانت نتائج إنهاء هذا الملف. نعم، شكرا لك سعادة اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، شكرا على هذه المداخلة، شكرا على الوقت يلي أعطيتنا إياه. منبارك لك بعيد الأمن العام 71، ومنقلك لألك وللأمن العام ولكل العاملين بالأمن العام لسنوات عديدة، لسنوات عديدة بإذن الله. حضرة اللواء شكرا لألك. شكرا شكرا. عندك تعليق اللي تفضل فيه سعادة اللواء؟ مش 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 تعليق بس، شو بتحب شو بتحب تقول عن يلي قاله سعادة اللواء؟ ما في شك إنه كانت مفاجأة لألك، كانت مفاجأة الاتصال. اللواء على طول بيفاجئ وسائل الاعلام، مفاجآت ساره دائما، وعلى طول مفاجآت ساره، دائما مفاجآت ساره. نشكر الله. انا بسمح لنفسي نوجه له تحيه أكيد. ونعيد ونعيد جميع الضباط وعسكريين الامن العام، واكيد في امور كثير انقالت لازم تتاخذ بعين الاعتبار، واضح، وخاصه بالملف الفلسطيني. صحيح، واضح، يلي هو كثير اساسي، وكنت سبقت وحكيت حضرتك عن موضوع الملفات يلي مسكها الأمن العام. صحيح. أنا بختصر هالشي هيدي بكلمتين، بقول إنه المدير العام للأمن العام هي العين الساهرة، والمدير العام هو العقل الراجح للسلطة اللبنانية، والعضل كمان العقل. العقل هو بيحرك كل شيء بالجسم، هو العقل يلي بيقدم الاقتراحات، بيقدم الحلول، يلي بتابع ملفات وطنية كبيرة تخدم المصلحة الوطنية العليا وتخدم السلطة التنفيذية. لأنه هلأ للأسف نحن ما عنا رئيس جمهورية، بس على طول كان في عنا السلطة التنفيذية والسلطات في لبنان، يلي على طول إيدهم اليمين هو اللواء عباس إبراهيم، ويكلف بأمور كتيرة حتى لو لم يكلف بها بتبعها. مجرد ما يقولوا، مجرد ما يعرفوا الناس انه اللواء ابراهيم مستلم ملف، صحيح، بيعتبروا نص المشكله حلت قبل ما تنحل. هيدي من الاشياء اللي تفضلوا لها، انه من صلاحيه المدير العام للامن العام وخاصه المدير العام، هيدا موجود بالقانون. عميد، قبل ما ناخذ بريك، بعد 5 سنين من ولايه اللواء ابراهيم، بعد 71 سنه من عمر الامن العام، احكيني بصراحه كيف عم بيشوفوا الناس الأمن العام هلا؟ بيشوفوكم، بيجاملوكم، بيقولوكم والله تحسنتوا، بيبرموا ظهرهم، بيحكوا غير شيء، يما الناس مقتنعين فعلا بأنه مثل ما كنت أنا عم بقول له للواء إبراهيم في ختام المداخلة، أنه الناس بدأت تؤمن عن جد أنه لا، الدولة اللبنانية ممكن تضلها طيبة، لأنه في نواة صالحة، وإن شاء الله تتعمم هالبذرة الصالحة على كل المؤسسات. نعم، نحن بغض النظر، نحن أكيد منحب أنه الشعب اللبناني وكل مقيم على أرض لبنان أنه لما يشوف هذه المؤسسة أنه يفتخر فيها، لأنه عم تقدم له خدمات وهذا. بس أهم من هودي، أهم من أنه الناس كيف متشوفنا، بدنا نحن نشوف هل نحن مرتاحين، يعني هل ضميرنا مرتاح باللي قمنا فيه بهالخمس سنين. هيدا السؤال الأساسي يلي لازم كل مسؤول يطرحوا على نفسه وعلى المؤسسة. نحن أنا مثل ما بشوف أنه نحن كمؤسسة أخذنا الإطار الطبيعي لإلها، نعمل إشياء كثيرة باسمها على المستوى الوطني. الرأي العام والوسائل الإعلام ما بترحم وقت اللي بيكون في شيء غلط، أنا برأيي، وهذا لازم يكون دورة، يعني الانتقاد البناء. الحمد لله نحن بكل المسار يلي مشي فيه
مشيت فيه المديرية كقيادة وكضباط وكعسكر عناصر كل لحد هلا ما عندنا أي انتقاد، بالعكس اللي في مرحلة بمرحلة من المراحل انتقدونا بس تبين إنه انتقادهم ما كان صحيح، وكان هو اللي عملناه هو على طول من مثل ما تفضلوا قال ساعة اللواء. نحن وقت اللي بنقسم على الولاء للوطن وللشعب يعني كل عمل بدنا نقوم فيه هيدا هو الروبير تبعنا، هيدا هو الهدف تبعنا يلي بنكون عم نشتغل تحته. إذا بتسمح لي بناخد بريك عميد عقيقي، بنرجع بعدها بنتابع حوار اليوم، وأكيد ما مشان بدنا نذكر بالجواز السفر بيومتري وأمور أخرى أيضا. بريك. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم، وأهلا بالعميد منير عي رئيس تحرير مجلة الأمن العام. رحب فيك مجددا. أهلا وسهلا فيك عميد. مجلة الأمن العام صارت أكثر من 3 سنين عمرها، كمان العمر كله مواليد جديدة بعهد اللواء إبراهيم، مواليد جديدة اسمه الله، أخذت محلة للمجلة، وهذا انطباع شخصي أكيد وانطباع ناس كتار وانطباع بكل عقل بارد وصفاء ذهني خلينا نقول، أخذت محلها بال 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 بالعقول، وأخذت محلها بالحقيقة بأماكن محددة من الثقافة السياسية في لبنان. لكن هل بتشوف أنه أخذت محلها بين الجمهور اللبناني يلي ما بعرف ما عم بيقرأ شيء بركي لا الأمن العام ولا غير شيء الأمن العام، بس خلينا أعمل قراءة أنا وياك في مسار هذه المجلة. أول شيء نحن مجلة الأمن العام بخمسة أيلول بنكون كملت 3 سنين، بيكون طلعنا العدد 36. صحيح. وهيدا مثل ما حكينا هي بكورة كمان من ضمن الخطط يلي انوضعت بأول العهد، أول عهد اللواء إبراهيم، إنه تنعمل مجلة تحاكي أول شيء عقل العسكر بظل كثرة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي. هالكمل كبير من الأخبار مفروض أنه ترجع تفرزها وتقدم للعسكري وللرأي العام للمواطن مادي يقدر يفهم شو يستفيد منها. صحيح. نحن هالمواد هيدي اللي منحطها اللي هي مواد متشعبة، مواضيع متشعبة بتبلش بالملفات السياسية المطروحة أو ملفات اقتصادية اجتماعية تربوية طبية غذائية، إضافة إلى نشاطات الأمن العام تعرف الناس، أو قضايا إلى علاقة بالملف الأمن العام وتعرف الناس عن الأمن العام وعن بعض الدوائر، عرفنا الناس عن المكاتب ودوائر الأمن العام وحتى الشعب. هيدي مثلا خريطة بتفرجيك كيف توزعت صار بكل لبنان، بكل لبنان، بكل منطقة، حتى بكل قضاء. صار كان بالأساس كان في عنا بكل قضاء مركز واحد. صحيح. صار عنا أكثر من مركز، وانعملت مراكز كمان حتى تساعد اللبنانيين وقت بده يجي المواطن السوري على لبنان كمان يكون في له مكان لوحده يتقدم له هالمعاملات. للسبب مجلة الأمن العام مثل ما تفضلت هي مجلة أكيد أخذت دورة حتى بقلب المكتبات تبع الجامعات، نحن عم نوزعها، عم تتوزع، بهمنا الناس تقراها، بهمنا مراكز الأبحاث تقراها، عم بيقروا بهمنا السفارات اللبنانية نحن عم نوديها بواسطة وزارة خارجية إلى سفاراتنا برا، عم تنحط بالمطار حتى المواطن اللي بيكون رايح وجاي كمان يقدر يستفيد من هالمواضيع الموجودة فيها. هيدي المجلة يعني بحكيك انه بعض الجامعات عم تكون عندهم مرجع. صحيح. حتى لانه لما عم نطرح نحن موضوع نحن عم نطرحه بوجهة نظر من الكل، وطنية شاملة من دون فئوية ولا حزبية ولا طائفية بطبيعة الحال. من هون هالمجلة بترجع لموضوع هل عم يقروها العالم
انا بقول انه مش بس هي مش عم يقروها، عم نقول انه يعني مشكله قراءه في عندنا للاسف كبير. للاسف صحيح. نحن في عقم شوي بموضوع القراءه، في كتير ناس بطلت تقرا، وخاصه هالجيل الجديد بطلت تلاقي واحد لقيت كتاب عم يقرا. هاي مشكله مش بس موجوده بلبنان، موجوده بكل العالم. مع انه المجله فيها، خليني اعتبر سميها بوتقه، فيها اكيد مسيحيين مسلمين هاي بطبيعه الحال، لكن فيها تعدديه سياسيه، تعدديه وآراء ثقافيه كمان، وآراء ثقافيه وغير ثقافيه بطبيعه الحال، يعني فيها من الجميع، بتحس انه في لبنان كله يكتب في هذه المجله. هل سؤالي، هل عم بيكون في تقدير، او خليني اقول نتيجه لما نحن انا الناس يلي بيتصلوا فيي، ان كان على مستوى مسؤولين او ضباط متقاعدين او حتى اصحاب مهنه الصحافه، الكل بيعطينا شهاده، وانا بهمني الشهاده اللي بتيجي من صاحب الاختصاص. صحيح. لحد هلا الحمد لله قادرين نحافظ على هالجوده، ان كان ان كان بالنوعيه ولا بالمضمون، وبعدنا مستمرين باذن الله، وان شاء الله انه الناس يشوفوها، هن يعطونا رايهم، وشوف في اشياء ممكن انه نصححها نحن كمان، جاهزين لهالموضوع. بس بقول لك شغله اساسيه، انه هي موجوده كمان على السايت تبع الامن العام، أكيد بيقدروا يطلعوا عليها، وعم تتوزع على المكتبات، وهذا اللي بنقدر نقول لك، لانه المجله هي جزء اساسي من ثقافه الامن العام، هي جزء اساسي نقدر نقول له للعسكري وقت اللي بيقرا يكون عم يطلع، عكس ما كان بالسابق كان يمنع على العسكري يطلع على السياسي وكذا. هلا ني ما بقى فيك، بدك تقدم له الماده بكل موضوعية، وتكون هي ما تكون متحيزة، ووطنية يفهمها من هالمنطلق هيدا، حتى نقدر يصير في تبادل بالآراء في شغلة لافتة بالأمن العام هلا، وهيدا عم نلاحظها حتى بالبانويات، يعني بالإعلانات اللي انعملت على الأمن العام، أكيد العنصر الشباب والصبايا اللي بده يكون، وفي كمان هلا في ناس عم بتلفن مشكورة انه ما دور وحجم الكوتا النسائية في الامن العام. شو بتعطينا اكيد نحن جواب بهذا الموضوع؟ دور الانثى في الامن العام هو دور اساسي، لانه هي بتشكل 50% من المجتمعات، اذا مش اكثر. هلا اكثر معنويا ما في شك انه مؤسسات مثل مؤسسة الامن العام بحاجة للثقافة، للاطلاع، لهالنوع من الاناث، وفي اختصاصات كتيرة بيبرعوا فيها الاناث، خاصة في مجال الكمبيوتر او في مجال الادارة او في مجال الوجه يلي بيطل على اللبنانيين وعلى المغتربين وعلى السياح، خاصة على المعابر وبالمطار. أكيد طبعا. وهي تلعب دورها الأساسي كعضو فاعل بالمجتمع اللبناني. نحن كأمن عام كان في عملية تطويع للإناث مثل ما كان في للذكور، بس طبعا في امور ما بتقدر الانثى تقوم فيها، خاصه بمجالات التدريب او العمل العسكري. كلهم بيتدربوا، بس كلهم بيتدربوا، اكيد كلهم بيتدربوا، لانه بس في تدريبات بتكون اكيد واضح، تدريب متقدم له علاقه بالامور الامنيه والمداهمات وكذا، هيدي بس في مهمات، تنقول مش وظائف، مهمات. صحيح. بيقوموا فيها العسكر، تلعب الأنثى فيها دور أساسي بهالموضوع، وخاصة أنه هي مثل ما أنا بلاحظ عندها الجلد للمتابعة، عندها جلد. صحيح. للقراءة، وعندها جلد كمان حتى تفكر بهالأمور وتقدم الاقتراحات، لأنه بتعرف نحن الأمن العام مش مثل ما البعض بيفكر انه قصة جواز سفر او قصة فيزا واضح لعاملة بالخدمة المنزلية وكذا، لا، في قضايا
في قضايا إلى بدك تتعاطف فيها من منطلق قانوني ومن منطلق تعليمات ومنطلق إلى طابع الأصول القانونية يلي بتفرض عليك أنك تاخد قرار فيها. هوني بده يكون في عنا مثل ما بتعرف معظم الاختصاصيين يلي فاتوا إن كانوا ذكور ولا أناس كانوا من حملة إجازات الحقوق أو الطبابي أو الصيدلي أو الهندسي، وهيدي شغلة غنيت الأمن العام بهالاختصاصات هيدي، وحتى يقدر تقدم أول شيء دم جديد وفتي للمرحلة المقبلة. وعطول مثل ما حكينا هيدا بيدخل ضمن إطار البرنامج يلي بده يعزز الأمن العام عددا وعدة. صحيح، واضح. وأكيد بين الجيش وقوى الأمن والجمارك والأمن الدولي منلاحظ أنه العدد الطاغي أو بالأحرى النسبة الأعلى من تواجد ووجود وحضور العنصر النسائي الأنثوي هو للأمن العام، ما هيك؟ ليه؟ شو عم بتقدموا ميزات أو بتقدموا خليني أقول ماذا يحظى أو تحظى يلي بتكون بالأمن العام أو يكون بالأمن العام كي يفضلوا الأمن العام على غير مؤسسات مع الاحترام الكبير لباقي المؤسسات؟ شوف هلأني أنا مثل ما بلاحظ أنه الأمن العام هالوثبة يلي انعملت أو الخطوات المتقدمة اللي انعملت من 5 سنين لليوم عطت قيمة للأمن العام أكتر، يعني واضح. صار المواطن بيحب، أنا بيجيني كتير اتصالات أنه عندكم يعمل دورة بدنا نفوت بنتنا على الأمن العام، ولا في كتير هالناس كتير رغبة لأنه هالمؤسسة من أعلى الهرم إلى أسفله صارت مؤسسة متكاملة إداريا وأمنيا وحتى على مستوى نظافة المعاملات واختصاصها يعني. وهون بينبسط الواحد أنه يفوت على مؤسسة يفتخر للانتماء لها مع احترامنا لكل المؤسسات الباقية طبعا، إن كان الجيش ولا الأمن الداخلي ولا أمن الدولي ولا الجمارك وكلهم عندهم بس نحن العديد طبعنا ما بعرف إذا هو أكتر من غيره ما عندي فكرة، بس صار عدد كتير مهم وبيخدم بقلب الأمن العام والكل مبسوط. في دورات هلا عميل بكون الناس عم تسأل، أكيد في دورات هلا بس ممكن تحدد لا ما في هلا أي دورات هي. بس وقت اللي بده يكون لا تطويع ما في هلا، ما في لا على مستوى المأمير ولا الرتبة في تطويع هلا أني ناطرين النتائج تبعه خلصت هاي تبع المأمير في مزبوط. النتائج بس المأمور عم يتاخذ وذكور لأنه مهمتهم ما بتفرض أنه يكونوا ذكور كون انه واضح. كتدريب عسكري ومهمات عسكريه تطويع ضباط اختصاصيين من حوالي 3 اشهر تنفذت لانه الناس ضلت تسال لا هلا ما في عندنا هلا ني بس بالكليه الحربيه أوكي. في عندنا تطويع تلامذة ضباط لصالح اكيد لصالح المدرسه الحربيه وبعدين الكلية. نعم في شغله كمان هيدي لافته وجديره بانه تذكر، في عنا مشكلة بالبلد رغم عنا غصبا عنا بالطيب بإرادتنا، خليني أقول نحط الأسباب على جنب، لكن في شكاوى من عدة مؤسسات كي لا نسميها أنه في طغيان عنصر مذهبي طائفي خليني أقول على عناصر أخرى بمؤسسات، في حين أنه هذه المشكلة هالمعضلة هذه هالإشكالية غير موجودة بالأمن العام. وأنا مش عم نكشف سر هون ولا عم نحكي شيء، بالعكس هاي شغلة نشوف حالنا فيها وشوف حاله فيها اللي هو إبراهيم وبيفتخر فيها، أنه لا يقبل بأن يكون هناك دورة لا يكون فيها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وإن شاء الله بتوقف الدورة كلها سوا. المناصفة. ليش بالأمن العام عم بيكون في هيك؟ وخليني أقول بغير مؤسسات لا يتم اللجوء إلى هذه المعادلة. لك هون هل هو الشخص دائما؟ لا بدي صحح لك هالموضوع شوي، أنا ما بوافقك 100% حول هالطرح هيدا. أول شيء نحن بالأمن العام أكيد اللواء إبراهيم وقت اللي بيكون في عملية تطويع عم يصر وحتى بعض الأحيان عم يعمل المستحيل حتى يكون العدد متوازن بين المسيحيين والمسلمين أكيد. وهيدي شغلة يعني بعض الأحيان
يضطر ياخذ اجراءات تساعد بانه يكون عدد بينما باقي المؤسسات ما في شك انه الكل عنده هذا القرار، الكل عنده هذه الرغبه ان كان بالجيش أوكي. ولا بالقوى الامن الداخلي ولا بامن الدوله ولا بالجمارك، بس المشكله وين؟ انه ما في عدد المسيحيين اللي عم يفوتوا او عم يتقدموا للتطوع ما عم يكون العدد الكافي. بعدين نحن اليوم وقت بنكون عم يتقدموا على الامن العام مسيحيين لا لا لا, لا, لا نحن تقلك شغله، نحن من لما بدنا نطوع بالامن العام اعتبر انه عم نطوع 500 عنصر، طيب 250 ممكن هال 250 مع شويه جهد مع طلب من الـ يعني ان كان على مستوى الكهنه انه يا عم الرعايه انه اطلبوا من العالم تروح تقدم صحيح او البلديات او صحيح اللي هن معنيين بهالشان. لما 250 ممكن انه يتامنوا بجهد هال 250، بس وقت بيكون عم تحاول تطوع مثل الجيش مثلا عمليه التطويع بتكون بالالاف صحيح. طيب ما بدك تأمن هذا العدد، ممكن ما يتأمن، ما فيك أنت توقف عملية التطويع لأنه والله ما إجا لعندي أنا العدد الكافي من هالطائفة ولا من هذا المذهب. هيدي شغلة أساسية، من هون دعوة أنه الانخراط بالمؤسسات العسكرية يكون أولوية عند الشباب، يكون لأنه هذه المؤسسة هي ضمانة للبنان، المؤسسات كلها ضمان إلى لبنان، ضمان إلى الأمن في لبنان، ولازم نكون كلنا لسبب وقت اللي بيكون عم تطوع تنقول بلواء أو بعسكري أو بقوى الأمن الداخلي 1000 ولا 2000 ولا 3000 يمكن ما تقدر تأمن هذا العدد، مش معناتها أنه هني ما بدهم إياها، بس ما بتقدر توقف هيك عملية تطويع لأنه شغلي حساسي، مفروض أنه الدم يتجدد أكثر، دم الفتي يتجدد أكثر، وفي عندك ناس عم تطلع على التقاعد بدك تيجي تأمن بديل لإلها، أو ناس عم تستشهد أو ناس أو عسكر عم ينصاب بدك على طول تأمن بديل أو تأمن إضافي لهال صحيح صحيح. هيدي بس حبيت هالنقطة، معك حق، وأنا بشكرك على التوضيح، وأنا بحب ضيف شغلي كمان إنه ما في شك ننوه بجهود إيادة الجيش العماد أهوجي اللي العديد حرصه وحرص قيادة الجيش على الحفاظ على التوازن بالمؤسسات ورفع عدد المسيحيين لأسباب وطنية ميثاقية أكثر ما هو وطني. أسباب واجب وطني صحيح، عشان ايه. كمان عشان ايه. ما نكون عم نبخس من قدر أبداً. الجهود اللي بالفعل صح. وحتى العماد وجويات الجيش عم بيبعتوا ناس على الضيعة أنه يا جماعة فوتوا ليتهم حفاظاً على الوحدة الوطنية والمناصف في داخل المؤسسة العسكرية. كلنا عم نطلب من الشباب أنه بدل ما تروحوا تشتغلوا أي شغل، إذا ما عندكم مهنة تعملوها، بس إذا بدكم تشتغلوا أشغال أو تقعدوا بالبيت تفضلوا فوتوا على المؤسسات العسكرية إن كان جيش ولا قوام داخلي ولا أمن عام ولا أمن دولي، بتكونوا عم تساهموا أكتر وأكتر ببقاء الجهوزية عند هالمؤسسات هذه، لأنه نحن بحاجة لعسكر من كل بس ما فيك توقف التطويع لأنه ما إجا هالعدد اللازم. رح نخلي ما تبقى لأن من الوقت للبيومتري. أول شيء قلي شو هو البيومتري، ليش نعمل البيومتري، ليش الهجمة الكبيرة على البيومتري مثل نازل آيفون 7 هلأ ما بعرف هذا البيومتري أهم منه هلأ. العالم بتقلك بدي بيومتري، بيكون باسبورة بيخلص بعد سنتين، لا بدي هلأ بيومتري. قلنا شو القصة مول معروف حتى نزيد في الإضاءة على الموضوع. الجواز البيومتري هو جواز متطور بيشمل معلومات عن الشخص يلي حامله، معلومات بيولوجية تتعلق بصورة الوجه أو ببصمات اليدين، وبيكون في بقلبه شيب رقاقات اسمها يلي هي لما توصل على أي معبر حدودي بتقدمه بتبين أنه أنت صاحب هذا الجواز السفر. هلا طبعا جواز السفر العادي، انا بدي هون بس وضح نقطه انه جواز السفر العادي يلي هو المعمول به قبل حاليا البيومتري. قبل البيومتري هو جواز صالح بكل دول العالم على كل المعابر لحين انتهاء صلاحيته. اوكي، اما جواز البيومتري طبعا هذا جواز بيعطيه للشخص انه يقدر بعض الافادات، انه اذا وصل على مطار بيقدر يفوت على الايجيت، بيقدر
أهين لأنه واحد يتأكد من شخص هالإنسان، وهيدا غير قابل للتزوير، مع أنه جوازنا الحالي اللي قبل البيومتري كمان ما تزور ولا صار عندنا أي حالات تزوير بهذا الموضوع، بالعكس محصن بكل الجهة، وهذا محصن كمان أكثر وأكثر. ومش صحيح بعض المعلومات يلي طلعت بعض هيدا للأسف، في يعني في حملات شنت إنه هيدا في قلة معلومات بتصرف أجهزة استخبارات خارجية تفضح الخصوصية وتكشف صاحب الجواز أمام الخارج، يعني جواز السفر، جواز السفر اللي بيجي لعنا هو جواز سفر بيكون أبيض بلانك أوكي. باسبور ما في شيء بقلبه، المعلومات كلها موجودة بلبنان، كلها محفوظة بلبنان، وما حدا بيقدر يفوت عليها إلا الإدارة، المديرية العامة للإدارة. وإذا ما بعرف صار لك تشوف هلأ نيفي عنا نحن التحقيق رح يطلع بالمجلة أكيد، مجلة عن جواز السفر صحيح. البيومتري لما إجا الوزير زار وزير الداخلية زار مبنى الأمن العام وعمل الباسبور هونيك، قدم طلب للباسبور وكان معه المدير العام والضباط بهذا الإطار، فاتوا شافوا المختبر يلي بيطلع المصنع صحيح. مركز إصدار المستندات البيومترية ومن ضمنها جواز السفر، هيدا جواز كل شيء بينعمل بلبنان، معلوماته موجودة بلبنان، ما حدا بيقدر يفوت عليها، ومؤمنة وفي عليها ضمانة من كل النواحي. بيقدر واحد يطلع على كل هالأمور هيدي بالعدد اللي طالع بخمسة أيلول، لأنه حاكين كل شيء. ونحن سبق كنا عم نحكي شوي عن المجلة أنه كل شيء له علاقة بالأمن العام وبيتعلق بالمواطنين بنفس الوقت، ولازم المواطن يطلع عليه تحكون مستند لإله، رح نحن عم نقدمه كان من خلال بيانات أو على السايت تبع الأمن العام أو بالمجلة. طيب في هون شغلة كمان مهمة تؤكد الوقائع بالمقال، أن معظم الدول بدأت بتقديم تسهيلات أكبر لكل الأشخاص الحائزين جوازات سفر بيومتري، يعني كمان حتى الناس اللي بيخلص باسبورهم بعد سنتين عم بتقلهم هون إنه لا كبوا باسبوراتكم وعملوا باسبورات جديدة. شو هي التسهيلات؟ ما التسهيلات شو هي؟ نحن عم نقول شغلي إنه ما بكل دول العالم على المعابر في مكانات تكشف تزوير المستند ومن ضمنها جوازات السفر. الجواز السفر البيومتري كونه إنه بيعطيك صورة، بيعطيك انه انت مالك لهالباسبور، انت صاحب الباسبور، يعني ما بيقدر واحد يحمل جواز سفر ما يكون هو صاحبه، لانه بيبين له بكل معالم البيولوجية تبع وجهه، وبتبين له البصمات الايدين بتكون واضحة بهذا الموضوع. من هون يعني بيكون التدقيق فيه هين تدقيق فيه هين لسبب وقت اللي بتروح انت بتقدم طلب جواز بيكون من افضل جوازات السفر بالعالم، او مثل جوازات السفر اللي بالعالم من عند الدول المتطوره والحديثه. كمان هالسفاره هيدي القنصليه هذا بتلاقي بهالباسبور انه صحيح هالانسان هو صاحب هالباسبور، ممكن حتى التدقيق بيكون فيه هين، مش انه ما بيكون في تدقيق، بيكون اهين. هذا السبب لا اكثر. بعدين بتكون فايت على المطار، اذا في ايجيت بتضلك من خلاله بتضلك فايت، ما فيش هالمشكله بس لا اكثر. ولا لواء ابراهيم قال انه البيومتري رح يكون بتصرف البعثات اللبنانيه الدبلوماسيه في الخارج مشان تسهيل امور المواطنين و او بالاحرى مساعدتهم على الاستحصال على جواز سفر. ها امتين يعني المدى الزمني، المهله الزمنيه امتين بدها تكون؟ شو بدنا نقول للناس اللي قاعدين برا يلي بيعتلوا هم كل مره؟ اوقات في ناس بتقطع تيكت، انت بتعرف عميل بتقطع تيكت بس تيعمل باسبور. نحن كيف بدنا نساعد هؤلاء الناس؟ الامن العام كيف بده يساعدهم للحصول على باسبور باسرع وقت، بخليني اقول من دون وجع راس؟ اول شيء اللي عم بيعانوها، اول شيء رح اوضح نقطه هون اساسيه، انه في تنسيق عم يتم بين الامن العام وبين وزاره الخارجيه لحتى نقدر نامن لتامين اجهزه لحتى تعمل جواز البيومتري بالممثليات اللبنانيه في الخارج. بمعنى انه اذا ما كانت المكنه
يلي بتاخذ بصمه الايدين وبتاخذ صوره الوجه موجوده بالقنصل بالبعثة برا ما بتقدر انت تعمل. بدك تعمل ربط الكتروني بين هالبعثة اللبنانيه وبين الامن العام. لما تتامن هذا المشروع على قدم وساق انه يتنفذ، بمجرد انه تنفذ صار يقدر اللبناني اللي موجود في الخارج يروح على الممثليه على القنصليه اللبنانيه بيقدم الطلب وبيعمل وبيوصل دغري الطلب هالمستندات على لبنان، بتصدر جواز السفر وبتبعت له اياه. لحين هالموضوع هيدا لحين انه يخلص لحين امتين هيدا الموضوع عم ينشغل عليه، يمكن ياخذ شهر يمكن ياخذ شهرين، بس هو موضوع على سكة العجلة بأسرع وقت ممكن بالتنسيق. إيه وعد إيه طبعا ما لا لا هو المشروع قائم واضح مشروع أكيد. قائم بس أنا قصدي مجرد ما اللي يقعد يعني لازم أكيد بيكون موضوع أشهر أكيد. قليلة يعني. أكيد بمجرد يخلص أكيد بيطلع بيان بهذا الموضوع ومنخبر كل اللبنانيين المنتشرين في الخارج. سوريين وفلسطينيين هول المقيمين الفلسطينيين عم بقرا هون إيه نحن بده يتم التعامل معهم بدو في ظل الأوضاع الجديدة. عم يتأمل لهم جواز سفر بيومتري للاجئ الفلسطيني إيه. وعندنا جواز سفر للخارجية، في عندها ثلاث أنواع جوازات سفر، دبلوماسي وخاص أو مهمة. جواز سفر مهمة كمان بيومتري كله لا كله كله بس بيبقى الدبلوماسي والعادي بعد في خاص في خاص ايه بس هودي كلهم بينعملوا من بيتقدموا بالخارجيه بس تنفيذهم عندنا نحن بالامن العام. في عندنا جواز سفر جواز مرور بيومتري للمكتومي القائد صحيح. هلا بالنسبه لللبنانيين المنتشرين في الخارج اذا بدهم هلا يعملوا باسبور، هلا اني بيتقدم لهم بينعمل لهم الباسبور العادي ايه فيهم يعملوا هو اللي بيقدم برا حاليا لحين نقطه مهمه لحين انه يتنفذ المشروع يستكمل المشروع بيمشي على القديم او اذا عنده زياره لهون بيجي بيعمل باسبوره هون. وهون بدي الفت نظر كمان انه بالوقت الحاضر اذا بيراجعوا في معاملة خاصة للناس الجايين من برا غير الناس الموجودين هون، ولا بقصة بعدنا بالمكتب العلاقات العامة الخدمات المأجورة او هذا ولا لا دائرة العلاقات العامة جاهزة انه تأمن هذا. نحن بنطلب من المواطنين يلي منه مستعجل انه يطلع جواز سفر سريع يطول باله لانه يروح يقدمه بالمركز. كل المراكز صحيح كل المراكز تامل لها الاجهزه يلي بتسمح المكانات الالات يلي بتسمح انه يقدم فيها طلب. بالفعل عم بيقوموا بجهد كبير بدائره العلاقات العامه، ضغط شديد عليهم وعم بيقوموا بشغل مشكور الله يعطيهم العافيه. نحن كل يوم في عندنا ما لا يقل عن 250 جواز سفر بتعمله دائره العلاقات العامه اقل شيء صح. بنفضل انه يلي منه مستعجل كثير يلي قادر ينطر جمعه يقدمه بياخذ 4 أيام 5 أيام بياخذ جواز سفره وبيكون. اما اللي جاي من الخارج ما في شك انه بيقدر يجي ياخذ باسبوره خلال 24 ساعه بس بده يأمن المستندات الكافيه. وهون بدي الفت نظر المواطن الكرام انه نحن المستندات المطلوبه هي اخراج ايد افرادي ما يكون عمره اكثر من 3 أشهر، هويه ما بتمشي والهويه مع بعضهم، اذا ما كانت الهويه عليها صوره من ايام الطفوله اكيد. هون شغله لليوم لواحد ل 31/11/2016 قيد افرادي اخراج قيد افرادي بكفي نعم. اما من 1/12/2016 بده يكون ملزم يقدم الاخراج الايد مع التذكره مع الهويه واضح. من هون يلي بده يعمل تذكره والكلفه بعدها هي هذا قانون في كلام الرسوم بهمه كثير هذا الموضوع عم بينحكى بتكون تقلله هلا هيدي الرسوم اكيد مصيبه اذا غليته بس بيكون منيح اذا وطيته. اللبنانيين عم بيسالوا 300,000 انه رح تضلها مثل ما هي ولا السنه هي 60,000 وال تحديد الرسم لمين خاضع؟ تنقول للمشاهدين مين بحدد الرسم؟ الرسوم هي بيطلع فيها قانون. اوكي طيب طبعاً. عظيم يعني ما فينا لا اكيد لا نحن ما فينا نحدد للرسم ولا فينا نحدد المده صلاحيه كل ضريبه هو بده تشريع
بده سن قانون جديد بيتعلق بمدة ال لا بيقول لك لما بتعملوا على 3 سنين أو على 7 سنين وكذا. هل عم بيصير بدها تتعمل على إذا على 10 سنين كمان بده في يعني في ناس عم تسأل ليه هالباسبور ما بينعمل 10 سنين فرد مرة؟ لأنه بده سن قانون جديد كمان. أوكي حتى هو ونحن في المديرية العامة الأمن العام مقدمة اقتراحات بهذا الموضوع لمجلس النواب من حسب الطرق الرسمية حتى يتعدل هذا الموضوع ويعود هذا الأمر إلى مجلس النواب. أوكي. خاصة بالنسبة لمدة صلاحيته للجواز السفر. كتير منيح. هلا عندنا أشياء كتير بنحكيها بس خلص وقتنا. عندك شيء تقوله بعد؟ تحب تقول شيء بالختام هذه الحلقة؟ أنا بس بدي أشكركم وبدي كمان وجه تحية كبيرة للمدير العام للأمن العام وكل الضباط والعسكر ومن عيدهم ومن عيد كل اللبنانيين بمناسبة عيد الأمن العام. وأنا ضم صوتنا لألك. العميد منير عقيقي رئيس تحرير مجلة الأمن العام. شكرا لألك. شكرا مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة. إلى اللقاء.